انت دراستك ايه؟ اثار. اثار دي بقى المفاجاه. رغم التفاهه بس عندي اسم الله. لا تفاهه ايه؟ لا مفيش تفاهه خالص. بسمي دباديبي. لا بس اللي بتقدموه فن وفن كوميدي وحاجه هتاخدوا عليها ثواب. وشكلك هتشبسوتي كده في نفسك، تحسي كده ان انت مترتيرايه كده. الاي لاينر قلت لك، الاي لاينر لفت نظر، قلت لك الاي لاينر ضحك. ما شاء الله عليك يا حبيبتي. طيب يعني حبيبه اثار، احمد سليم خرجت من هندسه لسه. هندسه يا عيني يا عيني عليك يا ابني. هو تعب، هو تعب شويه. طب علي صوتك شريهه بتقول لك احنا بيطلع علينا سمعه ان احنا معقدين. لا ما هو الحقيقه مش سمعه اصلا، ابني هندسه فمش صعب. لا مش حقيقه. هو الله يعينكم يا حبايبي، لان الدراسه صعبه قوي قوي في هندسه قوي. بس انت اتخرجت الحمد لله. ما شاء الله. لا ده دحيح قوي ده. فلت ده دحيح. انت بقى ايه اللي هو مش دحيح؟ لا مش دحيح، ده انا اللي كان بيغش منه بقى. انت ثانيه واحده شيري، بس اتعرف على، لان عيب اتعرف على الاثنين واسيب ده. عادي، فاحمد لازم اتعرف عليه برضه. احمد دراستك ايه؟ ايه خدمه اجتماعيه. مش زي، مش ما كنتش بذاكر يعني. لا ما ذاكرتش. ما ذاكرتش. لا لا باين يبدا عليك. ما ذاكرتش اصلا. بيبان. بس على فكره الحمد لله اتخرجت. طيب يبقى بتذاكر برضه. ما انا كان وقت الامتحان بذاكر. ما انت لو ذاكرت بدري شويه يا ابني. ما انا كسلت بقى، قلت ابتدي في الاخر. قلت ابتدي في الاخر.